السلام عليكم فاميلا، اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. ايوا طيبون وطيبات. المهم وضعت لكم في الصفحه قلت لكم شنو هي اكثر حاجه بغيتوا تعرفوا عليا. لقيت انه واحد الكومونتير يعني تعاود بزاف. خويا جمال، انا مش حال مره كنشارك وما كندوش، بغيتك تهضر لينا على حياتك الشخصيه، شنو كدير من غير اليوتيوب، فين كتسكنش، من بلاصه في الرباط. وبزاف الناس يسولوك، هضرنا الحياه ديال قبل اليوتيوب ومن بعد اليوتيوب، وكيفاش دخلتي اليوتيوب، يعني شي حوايج اللي بغاو يعرفوها. نورمالمون الحياه الشخصيه ديالي ما كنبغيش نشاركها بزاف، كنخلي يعني الاطار ديال القناه اغلبيه يكون الترفيه. انا اليوم غادي نهضر معكم في هذا الفيديو بصفت جمال عزمي اللي هو الاسم ديالي الحقيقي، واين مدينه كنسكن، وشنو هو السبب اللي خلاني انني دخلت لهذا العالم ديال اليوتيوب، وشنو كندير انا يعني في الحياه ديالي اليوميه. كلشي غادي نقول لكم. المدينه اللي كنسكن فيها هي مدينه عين عوده، واحد المدينه صغيره كاينه في نواحي العاصمه الرباط. واحد تحسب لي بلي انا كازاوي كنسكن في الدار البيضاء، ولا انا كنسكن في عين عوده. واخا المشكل اللي واجهني، يعني كنت سقطت في الباك، قلت خصني ندير شي ديبلوم. هادشي راه عاودته في واحد الفيديو قديم. درت ديبلوم ديال لانفوغرافي، قريت واحد قريت 3 سنين، هما المعامين خاصك تقرا، قريت 3 سنين، وانا العام الاول ما كملتش. علاش؟ حيت خاصني نخلص انا واحد، خاصني نخلص كل شهر واحد القدر ديال 1500 درهم كل شهر، كنت نقرا في بيك سوفت كاينه في الرباط، وما قدرتش يعني نكمل. الدار تاعهم كانت عندهم واحد الازمه. خرجت تنبيع في السوق، يعني كنت بيع السواق، كنبيع حوايج الاخر ديال العيالات، حوايج ديال الرجال. يعني كان عندي واحد الصديق ديالي، كنا فينا هاد البلانات، انا خصني نخرج ندبر على راسي، ما كنقدرش نقول للدار عطيوني. يعني وعدت راسي انه العام اللي موراه ان شاء الله غادي ندخل نقرا، وبالفعل دخلت قريت، تعاونات معايا المدرسه كذلك، كملت عامين ستارتير غير بالسلف وهادي 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 وهادي. المهم ملي ساليت تلاحيت الستاجات تما. انت ملي كدوز كتقرا وهذيك، كيبقى يعطيوك واحد العالم مثالي. ملي كتلاحظ ستاج كتشوف واحد العالم اخر. ستاجات كتلقى انه الشركات تسميهم بواط كومونيكاسيون. شنو اغلب، شنو هي الحاجه اللي كيديروا بزاف؟ كيخدم، كاين المدير، كاين واحد خدام معاه، وحده اللي مقابله الريسبسيون، واربعه الدراري كيدوزوا ستاج، كيدوز لهم واحد 3 شهور كيصيفطهم، كيجي واحد اخرين دوز 16، كيدوز 4 شهور ولا 3 شهور كيصيفطهم كيجيب اخرين. يعني ما كيخدم حتى شي واحد، طالع الشركه غير بالناس اللي كيضربوا 16، وكيبقى يكذب عليهم، تيبقى يقول لهم كذا غادي نديروا 16 بخيون بوش، ولا عجبتينا غادي نخدموك، والدراري كيبقاو يخدموا من نيتهم، والشركه طالعه على ظهر الدراري. انا شنو المشاكل اللي كانت واجهاني؟ ما كانش عندي بيسي. تصور تلاحيت لهاد الدومين وما عنديش بيسي، عندي واحد بيسي محشر. هذاك بس بورطابل اللي شريت من بعد اللي فيه 4 جيجا ما كانش عندي، كان عندي واحد فيه ما عرف 2 جيجا ما كاملاش، يعني محشر. يا ربي يا ربي يا ربي طلع لك الفيسبوك. وكا كنت لاحيت لذاك الدومين وكذا، وهذيك كنت نخدم في فوتوشوب سي اس 3. المهم غادي نفهمو صحاب ديزاين، ما نطولش عليكم. بقيت هكاك من ستاج لستاج ستاج ستاج، عباد الله كيضربوا على ظهرك الصرف. انا حيت لاحيت لذاك الدومين حتى يعجبني، واني خلاوني انني كرهته. من بعد واحد 3 سنين تقريبا، 3 سنين ديال هاكا ديال الدوران، جلست خدمت مع واحد السيد في واحد المحل، في واحد الحانوت، خدمت معاه واحد العام. من بعد صافي ما تفاهمناش كدا، هادي خرجنا، الله يعاون الله يعاون. تعرفت على واحد الانسانه، ديك الانسانه هي اللي شويه بدلت الحياه ديالي، يعني خرجتني من واحد لاطا ديال انني انا صافي ما بقيتش مسوق حتى شي حاجه، يعني على ودها وليت تنقلب على خدمه. وعلى ود ديك الانسانه نط كنقلب على خدمه، وخدمت مع واحد السيد كذلك في الشركه ديالو، وقال لي غادي تخدم معايا وغادي ندير 16 بريون بوش، غدوز معايا واحد 3 شهور ولا هادي، من بعد غندير لك واحد الصالير. خدمت معاه، توكلنا على الله، كنت كنوض الصباح بكري، انا لابس قميجه كدا هادي غادي نقي، وهادي واش الشكاره ديالو، غادي في الطوبيس عامر كل الشفاره. كنا كنت خدام في تماره. بشحال خدمت؟ كنت نخدم 200 درهم للشهر، 200 درهم ديال الشهر. هادو ديال اش 200 درهم؟ هادي فلوس ديال الطوبيس، يعني ما كاين حتى شي حاجه اخرى، كيعطيك 200 درهم، كنضرب معاه خدمه وكدا، وهادي وهادي وهادي، وكاك يعطيك 200 درهم، حيت يلاه بادي الشركه وتصبر معاه.
قلت واخا ماشي مشكل. نهار بغينا نديرو الوراق قال لك غادي تصبر عليا باقي ما مقادش شي حوايج وهادي. يعني السيد كان كيتهرب وكنت ديك الساعه في مشاكل مع ديك الانسانه. يعني بلا ما ندخل في التفاصيل حيت داكشي يعني احتراما لديك الانسانه وداكشي يعني بلا ما ندخل دوك التفاصيل شنو كان الواقع. قال لي غنبدا نعطيك 1500 درهم للشهر. يعني ضربت معاه تقريبا 3 شهور مع شحال. قلت لي صافي واخا. خدمت معاه الشهر الاول. الشهر الثاني كندخل بحال موكل بيسي ديالي. واحد النهار كنلقى السيد داير كونفرساسيون كيهضر مع واحد السيده كتجيب لي خدمه. قال لها جمال كنفكر انني نصدرو ونجيب شي واحد اخر يخدم. انا صافي قريت داكشي. انا ديجا وصلت المشاكل ديال الدار وكان مع فوق قرب العيد وما نعرف شنو. لا كان يلا داز العيد قلت هذا اللي غادي يجري عليا صافي نوض نمشي بحالي. نوض قال لي مال. قلت لي راه قريت داكشي اللي تما طلب بحال موكا في البيسي لقى الكونفرساسيون لقى كلشي. قلت لي الله يعاون. قال لي الله يعاون صافي مشيت. انا ديك الساعه ديك الانسانه كنت موعدة انني غنتزوج بها. تصور وجيت باقي عاقل وباقي عاقل جاي كنبكي. والله الا جاي في الطوبيس كنبكي تنقرا القران وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل شد الحاله اللي انا فيها وكذا. جيت بحال موكا للدار بدلت حوايجي ضربت الساك في كتافي وانا نطلع الباب الخميس. باب الخميس هاد البلاصه هادي كاينه في سلا. باب الخميس شنو فيه؟ فيه هريه كيبيعوا بالجمله وكانت قربات عاشوره. مشيت باش ناخد يعني القشاوش. علاش؟ حيت كنت موعد ديك السيده انني غادي نجي نخطبها. يعني كنت نقول نجمع الفلوس باش نشري على الاقل الخاتم وكذا ونمشي نخطبها. ولي ولي ديك الساعه انا ما كنتش عارف بلي راه حنا راه صافي راه تقريبا راه حنا مفارقين غير انا بوحدي اللي جالس نحب. المهم جيت حطيت اللعاب باقي عاقل. كندازو صحابي بداو كيضحكوا عليا واش هاد عاد الصباح كان غادي كلاس دابا ولا داير قشا واش يبيعهم. يعني باقي عاقل على داك البلان وكنضرني في خاطري. عرفت شنو وقع اللي خلاني انني صافي دخلت مدينتي عين عودة. عين عودة مكتوبة سميتي بالقغا جمال عزمي في كاع الشركات ديال عين عودة. يعني دابا شحال واحد فيكم تيتسائل جمال علاش مخدمتيش في عين عودة؟ جمال عزمي ممنوع يخدم في عين عودة. كنقولو كنتحمل مسؤوليته. ممنوع جمال عزمي يدخل شي شركة. علاش؟ حيت جمال عزمي شنو وقع؟ واحد النهار جالس كنهضر مع واحد البنت بحال موكا كانت تقرا معايا في بيكسوفت وهي بنت سلا. قالت لي فين شاده وكذا. قلت لها في عين عوده. قالت لي باقي شاده في ديك الحفره بحال موكا. قلت لها ماشي حفره هذه راه مدينه زوينه حتى انا كتعجبني مدينتي كيف ما كان الحال. راني يعني ولد عين عوده وكبرت هنا وعشت هنايا وتربيت هنا. يعني كتجيني الغيره على مدينتي كتعجبني. قلت لها لا ما تقوليش هكا عين عوده راه نقيه وهذه وهذه. قالت لي سير سير على بالك. نط انا درت واحد لاباج فيسبوك ديال عين عوده. ملي كخيت ديك لاباج وليت تنحط فيها التصاور كنهضر على المشاكل ديال الناس المشاكل ديال الامن المشاكل ديال النقل. ارى من بعد وليت يعني كندير فيديوهات بحال موكا. يعني انا ما كنخافش انا من الكاميرا كندير فيديو بحال موكا كنهضر اشنو خاصنا واشنو خاصنا واشنو خاصنا. راه عيب هادشي راه عيب. ارى المدراء ديال الشركات هنا في عين عوده قال لك هذا الا دخل خدم غادي يشوهنا. يعني ما لقيتش الدعم لا من البلديه ما لقيتش الدعم من الجمعيات ما لقيتش الدعم يعني من الناس ديال زعما ديال المعارضه. ما لقيت دعم من حتى شي واحد. ما لقيت دعم من حتى شي واحد. تصوروا في مدينتي رجعوا دابا للبلان ديال القشاوش. كنت حاط ويبلا كان واحد السيد جارنا هنايا كيدير داكشي ديال تدرازيت وكذا سميتو حافظ. قال لي عطاني طويبله. قال لي ريح حدايا. انا حاط حدا جالس تدوس يعني واحد 3 ايام 4 ايام الساك عامر بسلعه. جا واحد المقدم جا هو المخازنيه وعشافني هو تم جاي عندي. تصوروا دخل عند السيد وكيسمع عليا تخسر الهضره. كيسمع عليا تخسر الهضره كيسب ليا في امي تخسر الهضره. بنادم داير باج دين طيط وكدا الله يلعن عليك كدا جالس كيصور وكدا. انا ما كنصبرش. درت عنده قلت ليه الشريف واش كتصرف ليا؟ قال لي لا ما كنصرفش لك اخويا جمال. قلت ليه انت عارف سميتي من الفوق ومازال كتهضر. قلت لي دابا انت رجل سلطه انت والسيد ما نعرف انا اصلا داك السيد ما بيني وبينه حتى شي حاجه. جا قال لي لا ما هضرتش معاك. قلت لي انا اللي كنصور انا اللي كنهضر على المشاكل انا اللي كندير اش خاصك. ناض الشاف ديال المخازنيه كان معاهم ما فراسو حتى لعبه. قال لي لا جمال انا حنا راه ما قاصدين حتى شي حاجه. قلت لي واش كتسمع السيد اش يقول؟ يعني ناض صداع هزيت انا قلبت ديك الطبله هزيت داك الساك
جمعت الحوايج جيت لحتهم تصوروا بقاو عندي معاه في الدار هنايا. انا كنصور فيديوهات وقتها واش هنايا تنفرقوا مع البنات اختي يعني صافي. حلفت ديك الليله ريحت بحال موكا، كنصلي جوج ركعات وريحت بحال موكا وتندور هذا الفيلم كامل. هادشي كامل الاحداث اللي دارت بيا تلقيت راسي واحد الوقيته يعني في البيت ديالي نتزير الدار تنفكر داكشي تزيرت يعني مريح بوحدي في البيت. شنو واش هاد الزهر هذا يعني تقاتلت نعترف فيكم تقاتلت ديال بصح. يعني كاين شي واحد يخدم 200 درهم للشهر كاين اللي غيخدم بفابور كتمشي ما عرفت فين وكنت كنسلات في الطوبيسات ديما سالت في الطوبيسات واخا بالك اللباس كدا سالت في الطوبيس علاش غير باش نخلي باش نقصي. جيت ريحت قلت شنو هاد الزهر هذا بحال ما هكا. وكنت ديجا نيت في ذاك الوقت كنت كنفكر في ذاك الانسان علاش كنت كنبغيها في ذاك الوقت. شاد زيت البيسي بحال ما هكا يعني حسيت بحكره مدينتك ممنوع تخدم فيها. السيفي كيتقطع في الباب السيكيورتي كيقطع ليا السيفي في الباب تقرا فيه جمال عزمه يقطع بابه لوحو الزبل هاد السيد ما يخدمش. حتى شي واحد ما قام بالدعم ديالي. جيكم ريشان جاب نادم يعني ما عنده حتى شي حاجه كتلقاه كيخدم كيدوز دافع لك كبير كيبقى يشوفك شوفه ناقصه. انا دخلت رجعوا للبلان ديالي باش ما نكثرش عليكم. دخلت بحال هكا كنت كونيكتا دخلت اليوتيوب ويطلع لي واحد الفيديو ديال واحد السيد على واحد الموضوع انا يعني كنقلب عليه. دخلت وانا نشوف فيه لقيتو شي هضر بالعربيه وديك الهضره ديال فهمتي جاتني هضرتو شويه ثقيله. دست الموضوع اخر لقيتهم دايرين العنوان في شكل شويه ملي كتدخل الفيديو لقيتو عاد تصاور واحد خونا. وانا ندخل عنده دخلت لعندو ما عقلتش على الاسم ديالو دابا ديال المشكل باغي يعني نعرف شكون السبب ديالي في هادشي. دخلت لعندو لقيتو يعني تيقدم نصائح والسيد يعني ما دوزش شي حاجه في حياته يعني ما يعني باينه فيه السيد باش ما مدوش شي حاجه في حياته وتيهضر على شي حاجه وغير كيخربق. وانا ندير فيه بحال هكا انا نقدم نصائح احسن من هذا. وديك الساعه فكرت انه كانت عندي واحد القناه قديمه وقناه قديمه شنو كنت كنسرق الفيديوهات نعترف كنت كنسرق الفيديوهات كنت كنحط فيديوهات ديال مدينتي وكذا هادي زعما راه الناس ديال المدينه عارفين الفيديوهات اللي كنت كنحط فيها. وكنت كنسرق فيها الفيديوهات جاست سترايك الاول الثاني الثالث ما عطلونيش تسدات القناه. هاد القناه هادي كانت خيتها شحال هادي كانت الاسم ديالها الحقيقي الاسم ديالها الحقيقي كان هل تعلم في 2014 هاد القناه ديال جمال عرض كان سميتها هل تعلم. كنت حاط فيها انا فيديوهات كذا بالتصاور وهادي وهادي والموسيقى زعما وكذا كنت كنخدم كمطاسية. قلت بلاتي دخلت وكان عندي نمرة تليفون وحده ولا بغيتي انت تفاليدي القناه خاصك تكون عندك واحد نمرة تليفون وما خاصكش تفاليدي بزاف ديال القنوات خاصك سينو نمرة جديده. قلت الله يتندير القناه بالله. دخلت لقيت فيها مع 11 ابوني مسحت فيها واحد ثلاثه الفيديوهات ما عرفتش شحال اللي كانوا فيها. ديك الساعه قلت غندير سميه ما ندير جمال عزماني حيت كان باقي عندي امل انه ربما غادي نخدم مع المخزن وكذا يعني ندير شي سميه مختلفه. هذا ملي ضربت غدا تقريبا راه قربت 30 عام شهر 12 ان شاء الله جوج شهر 12 العيد ميلاد ديالي شراو ليا كادوات 30 عام مبيناش في وجهي باين اكثر. المهم بانت لي قلت ندير جمال الفا درت جمال الفا صافي. كانت عندي واحد التصويره حيت ماشي هي الصوره اللي كانت عندي واحد الصوره في الكحل كنت درتها بديت لاغت لي كنحط فيديوهات. ملي حطيت الفيديوهات باقي عاقل حطيت الفيديو الاول حطيته بحال هكا مع 7 ديال العشيه حطيته خرجت صليت في الجامع رجعت كنلقى 20 واحد تفرج فيه ناري وتشوفوا الفرحه ديالي وتشوفوا الفرحه ديالي 20 واحد تفرج. اول كومونتير باقي عاقل عليه واحد خونا بدا تيضحك قال لي تبارك الله عليك كمل. شكون هو هاد خونا ما عقلتش ما نكذبش عليكم ما عقلتش. صافي بقيت شنو قلت غادي غنمشي لهاد الريتم هذا غنحط فيديوهات ونخدم. باقي عاقل واحد النهار حطيت 17 فيديو وحق الله 17 فيديو كي درت ليها الله اعلم. كنت كنوض كنعس في بيت ديالي كنوض كنتوضا كنصلي كنصور كنمونطي كنحط نتغدى نرجع نصور المونطي نحط نمشي بحال ما كندير كاسكروت مونطي نصور نحط خرج نصلي نرجع عاوتاني نقلب فيديوهات نكتب عاوتاني مواضيع اخرى ونمشي. وقلت غادي ندير مواضيع اللي مختلفه
يعني كان الحلم ديالي انه من بعد 5 سنين غنوصل ل 100,000 ابون. احنا الحمد لله عامين احنا تقريبا قربنا 700,000 ابون وفضل كامل ديالكم. الاسره ديال كنظن انه الفيديو طول. المهم سمحوا لي انا طولت عليكم الفيديو. غادي نعاود لكم يعني الجواب بعدا ديال جمال شنو كدير من غير اليوتيوب. هاد الساعه جمال باقي بلا خدمه يعني كنبقش انا في الانترنت يعني فضلت انني نخدم في الانترنت. كنحاول الا جاب الله شي خدمه علاش لا تكون كرا شي صالير فيك حيت اليوتيوب راه ماشي شي ما يمكنش تقول راه هو خدمه رسميه حيت في اي لحظه باي باي. ثاني حاجه الاعلانات مره طالعين مره هابطين ولا ما حطيتيش فيديوهات راه ما تخلصش كاع. المهم هذا موضوع اخر الا بغيتونا نكملوا عليه كتبوا لي في التعاليق. سمحوا لي طولت عليكم الفيديو. المهم كان هذا بعض من بعض الحوايج اللي ما عارفينوش على جمال انتم دابا عرفتوهم. كنتمنى ان ما تغيرش النظره ديالكم ليا. بغيت نكون صريح معكم انايا. المهم نتلاقاو في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.